السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صغير؟ جانا فيديو جديد وحلقة جديدة عن معاقل المزرعة، فيديو جديد إن شاء الله. اليوم رح نعمل كثير شغلات بومباستيكية إن شاء الله، طبعا إذا الله كرمنا هيك وما انقطع معي البث والوقت ما فات التسجيل، ما انقطع التسجيل وما صار في عندي مشكلة بالصوت، لأن حاسس إنه في مشكلة بالصوت، بس إن شاء الله ما يكون في مشكلة بالصوت، يعني قلبي أنا دائما هيك يحسسني في شيء فهي بصير سبحان الله. المهم فاليوم رح نعمل أشياء كثير بومباستيكية بهذا الفيديو، وإن شاء الله بعلي صوتي أكثر مشان تسمعوا وتستمتعوا. إيش هي اللي شغلة أنا حاطة هون ليش؟ حلينا المشكلة الحمد لله. يعني هلا نبلش. طبعا كان في الصوت واقف، وش نعمل؟ الحق خليك الف ادور الدوره هي كملها والف وراء، لانه في شيء بدنا نبسطك لراحه كثير، مع انه انا ما سيفت شلون سيفه، ما بجوز سوى تصيف تلقائي فهو سواه لحاله، ما بعرف. شايفين شلون هيك صايره في خريطه هون؟ هذا يدل على ايش؟ في مود جديد نازل، برافو عليك، بيعجبني فيكم. يس في مود نزلنا هلا، ثواني شوي عشان نظف الارض جيد، انا شغل على الصالح حاليا، لما احصل على الاختبار انا كان لازم شغله. معناته خلينا نشوفها فيما بعد، بس خلينا اوقف الشيء وراها. اوه ماي جاش، طبعا افرجيكم يا اسطى. طيب هون في مود ثاني كمان بوريكم، اول الدنيا بترفع الكبكب من هنا بكل ما بعرف. نروح على هي نعمل طبعا هلا هون هذا الشيء اللي هو موجود. رح اشوف لكم اياه بس هون ناخذ عقد ونشتغل فيه. حلو، شوفوا في عقدين هي كتير كبيرة، رح اخذها هي والمعدات تمام، ورح اخذ هاد عشان نفرجيكم شلون رح يصير الشغل. هلا اول شيء قبل هي الارض رح تكون قريبة منه، هاي هي فاضية شوفوا. المود هذا راح احط لكم اياه صندوق الوصف تمام، هي اول معلومه تمام. ثاني معلومه مشان نشغل القائمه ايش مطلوب منه، طبعا ما نحط القائمه الموضوع ان شاء الله، نكبس بالفاره زر اليمين طبعا بالبلاي ستيشن ما بعرف تمام. طبعا هو المود حتى شوي صعب تنزيله، يعني على البلاي ستيشن اساسا ما يشتغل تمام، هذا بس للبي سي تمام. طب هلا في عنا عدة قوائم وعدة معلومات نقدر ناخذ منه. طبعا هون في عندك كثير اشياء موجودة، في عندك مودات تقدر تعملها، هسا هينا كثير تفاصيل ما بعرف يا زلمة مشان ما افتي من عندي وافتي شيء ما بعرفه بيصلي او عادي يعرفوا المود ونشتغل فيه من زمان تمام. نكبس على هاي كورس جنريتر المهم، بعدين هون بنحدد شنو نمط الارض اللي بدنا نشتغل فيها تمام. فهلا هون شوف بتحدد مثلا رقم اثنين، بتحدد هون عرض الشغل بدك تحلله. طبعا هو لازم يحط مكان، طبعا هون اللوكيشن البدء شوف مثلا لو سبايس، بدي في شيء عندك غلط طول بالك. هي الارض رقم اثنين عم بيقلي حددها، هلا بدي احددها شفت شلون. هلا هو حدد الارض، هلا الماكينه رح تبلش تشتغل بهذا الشكل بس، ولكن احنا اذا بنحط لها ماكينتين انا هي المشكله ما بعرف فيها، يعني انه ممكن انه قادر استفيد من هالموضوع. هاد هاد ملتي بلاير 2 ونجرب. هلا ما اتوقع هاي اثنين، طبعا بعد ما تحط انت هون بتحدد الشكل بدك اياه، بتقول له ستار من البدء. هلا هو رح يبلش بلش يشتغل، وبعدين بتكبسه بتسكر. والله شوف شلون راح يبلش يشتغل، ليه بتبدا بشكلك شغلت من النظام طبعا كل
الحال خلينا نتكلم هون نروح على الماكينة الثانية. أول ما بعرف كمان إذا بقدر أجخلها من هون مثلا بطارو اللي حالك على الأرض تشتغلي بس هي ما جربتها. هاي إن شاء الله بالفيديوهات الجاية بنجربها. طبعا هذا المود لحد يسألني عليه غير جماعة البي سي. إذا في أكثر من 15 شخص شوفوا مش حصرا 15 شخص طلب هذا المود بشتغل عليه وبعلمكم شلون بتنزل. أقل من 15 ما راح أوجع راسي لأنه شوي صعب تنزيل مو من السهل. تمام يعني بده ناس خبرة وتمشي على حرفتك كده كده مع بعض. طبعا أنا عندي خبرة بالموضوع ففورا نزل معي كبار إني أجرب صراحة. شوف والله بنجي كمان وقفونا هنا هلا بناء على ما تقدم وبين معي انه ما راح تشتغل. لك ليش هذاك عم بيمشي بالورب؟ والبالغ ليش هذاك ماشي بالورب من راح؟ يا معلم بدك تعذبنا انت وراك بلش جلس. هلا اتوقع انه في سبب ما فهمت انا شو هو بالضبط لسه لحد الان فراح نحاول انه نفهم. راح نحاول بس خلينا نروح نفضي عشان نتركهم بعض الوقت شغالات نحن بنجرب ونشوف شو بصير معنا. تمام يعني في عنا هي كمان ماكينة بدنا نوديها ونرجع ولا شو من كان حطيناها ونرجع بس خلينا نروح نفضي الاول حصاد يعني نثبت مرة. هلا راح اجرب انه احط هاي الحصاد هاي المحراث هلا بعلقها واشغلها من هون وهروح على الارض. شو بدها تعرف تروح؟ بقولكم بتعرف تروح ولا لا؟ والله لا بنجرب ونشوف. المي تكذب الغطاس او عاد تجربه البرهاني يبين كل اشي. هلا جوز شوفوا هلا هن رح يحصدوا بشكل صحيح اكيد بس انا الخايف انه يتضاربوا. تمام بس من هذا الاشي بس على ما اتوقع انه تعرفوا على بعض انه تعرفوا انه بهاي الارض فيه. طيب خلينا نروح هلا على الحصاد الثاني. طوبك انا في شلون اشتغلت على شي موجود هاي فتحت بس ما ضبط نكتبه. طيب هلا في عنا هون مشكلة ثانية وينها؟ بقول انا الحراسة هلا ما خلص والله مستوى غريب له. اوه طلع هذا الصاير عليه ابو طلع الصاير هون يا لطيف. والله يا المحراسة تطول بالك شوي. طب بس خلينا هلا نحط هاي بنجرب وبنشوف. رقم خلصناها لو فكيناها ليش ما مشيت هلا. طيب هلا هي نفس الشيء بنجرب عليها بنقلها سوي كروس شادرة من الارض رقم 11 نحدد انه رقم الارض 11 من هون. يب خلينا بنعملها هون خلينا واحدة ماكينة واحدة الارض نفسه. تمام كله تمام كله هيك تمام. هلا درايف ستراو درايف ناو وين ستوب ستوب وين رايت ايش عم بصير باللعبة؟ هذا حق ممكن هلا رسم الطريق. شوف انا ما عم بتحرك ابدا وراح اترك المركب يعني مشان اتاكد انه مو انا عم بمشي. هلا الشيء الثاني توني شفته انتبهت له في عنا غلط وهو هون. انا مسوي هذا كل ما يرجع هذا المعلم مع انه لا اروح قبض كل جنب مش هالطريق. ايش بدي اخذ وين 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 ال التريلا تلم. انا بذكر تركتها يمكن هون صح. انا هون تركتها هون بس ما يكون حذفت المو. اوه هي وصلت الحرس نايس. شايفين شلون حلاوة المول؟ انا كنت صراحة متوقع انه راح توصل الحرس. ليش انا كل صغير ما كنت متوقع انه تمشي بس انه تروح تحرس بس انه تروح من الارض من الكرات للحراسة فهذا شيء بومبستك صراحة جد بومبستك.
شوفوا شلون عرض الوفاء. هاي بتذكرني بوحدة من عمليات الحسد الحقيقية اللي بتصير هيك، بيحسدوا هي بيحسدوا البشر بكل الطرق للأخير، يعني طرق تكون وسخة وفيها شيء مثلا، ما يكون بيوجد حسود في كثير عالية، فماشي إنه يروح الماكينة فيها وقت، بيخلوه شو تحسد من الجزء الداخلي. تمام ليه متأمل؟ مش بقى عم بقول لك يا أخي. شاتي ولو خبزاتي ولو لو 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 لي لا لو لو. طبعا كمان نزلت مود، هذا بحكيكم عليه بالفيديو الجاي ان شاء الله، غير تبع الزراعه غير كل شيء. شلون يشيل هدول الزوايد؟ هلا انت جبت المحراث توني هذاك حصدت فيه، ما بروح لك الزوايد هي، فراح اشرح لكم شلون ينزل. شوف هلا بيقول لي رقم واحد صار كمان صار كمان، شو بس ينزل هي. ايه شلون كان زر التفريغ نسيت. ايوه هذا صار عندي سيارة تندمج. ما شاء الله بس يمشي بشكل صحيح ان شاء الله. بس لكم لاحظين عن كل لحظة في الوقت حصل هاي المشكلة، ما يتصاب شو مورنا لولا اول كان ملحق قبضي. طبعا في تون انتبه كمان في شغلة شوي حلو. هي مع اختصارات طبعا. اذا انت عندك مثلا مس ربط حفظانه زي ما انتم شايفينه نفسه تماما، ها ما يصير الاخير، فممكن تستفيد من هيك. هدول طيبهم، هدول جايين كاتبهم برا وراجع. والله انا يعني زياده بعد ليش بتجي انت الوحيد اللي بتشتغل هنا؟ ابو الاثنين وقفوا، الاثنين وقفوا بسبب سياره الشحن، هي يا اما ضربوا بعض الله اعلم. نكمل نضلوا زي ما احنا. ولا هون اشتغل صح، اخذ خط ثاني وبلش يشتغل فيه. رح احاول تبين هذا الشيء بدون ما يتأثر على السابق. اذا هذا معناه انه في معه حصاد ثاني، بس الحصاد الثاني ما يفهم انه في معه هذا. يمكن الغلط اللي انا قلته لازم هذا هو غلط
عنه الغلط انه انا خليتهم يمشوا عكس بعض، لازم ماشيين ورا بعض، بس هم ماشيين ورا بعض هم بالضبط. والله ما بعرف في شيء غلط. ويش هو مش متأكد حاول احصل احصل كل حال رح نكمله ان شاء الله بالفيديو الجاي، لان صار الدنيا كتير ليل وتأخرت، انا صار لي اكثر من ساعة ونص عم بسجل، ما عندكم ما شفتوا كثير تقطيعات صارت بالفيديو، فبذلك يكون هذا نهاية الفيديو ان شاء الله، مو بكرة بعد بكرة بنجيكم فيديو حلقة جديدة بنكمل حصة بالمزرعة وبنظبط الحيوانات، لان صار وضع الحيوانات كتير سيء وخصوصا البقر لحد الامان حاطينهم ولا شيء ولا شيء حرفيا، يعني وضع مزري مثل ما يقولوا، مزري جدا يعني. وبعدين هم في عندهم شوي بال هلاش هاي 0%، انا ما بعرف شيء 0% 0% 0%، المهم فلازم نشتغل على هاي الاشياء كلياتها ونظبطها ان شاء الله بالفيديو الجاي. كلكم في نهايه الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.